افتتح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري معرض البحرين العقاري في نسخته الثالثة، والذي تشارك فيه كبريات شركات التطوير العقاري البحرينية والخليجية. وقال سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن ما شوهد في معرض البحرين العقاري اليوم من مشاريع عقارية كبيرة ومميزة يفوق حجمها 2 مليار دينار بحريني، وتتضمن وحدات وشققا سكنية ذات مواصفات حديثة تتناسب مع الحياة العصرية، بالإضافة إلى مشاريع المجمعات التجارية والأبراج السكنية وأراضي السكن والاستثمار. يؤكد على أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومن خلال برامجها ومشاريعها تولي القطاع العقاري اهتماما كبيرا لما يمثله من أهمية كأحد أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها الاقتصاد البحريني، إلى جانب دعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد على تعزيز دور القطاعات غير النفطية ومنها القطاع العقاري، متوجا هذا الدعم بإصدار قانون التنظيم العقاري وإنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، والتي تعمل اليوم على تنظيم القطاع كجهة أنشئت لدعم الشركات والمشاريع العقارية وضامنة لحقوق جميع الأطراف في هذا المجال وفي إطار قانوني منظم. اليوم بافتتاح معرض البحرين العقاري في نسخته الثالثة، مسرور جدا بالمشاريع الاستثمارية العقارية اللي شاهدناها اليوم. عدد من هذه المشاريع الكبيرة في المجال السكني والمجال الاستثماري وأيضا المجمعات التجارية. المستثمرين كانوا من البحرين وأيضا من دول الخليج ومن خارج الخليج. معرض يعني كنا نسوي على فترات سابقة، وفكرته أنه يكون بوتيك، يعني معرض بوتيك داخل مجمع على أساس استهداف الأند يوزر اللي هو المستهلك. القصد منه تنشيط قطاع التطوير العقاري. احنا اليوم في البحرين ما شاء الله نشوف مشاريع متميزة، في طلب حقيقي، في مشاريع حقيقية، وما شاء الله يعني المشاريع اليوم اللي شفناها يمكن 2 3 جدد، هذه يعزز طبعا دور القطاع العقاري ودور الطلب الموجود عليه.